هو للأسف هذا هنالك استهانة يعني حقيقة بالدم العراقي، الدم العراقي لدى السيد الكاظمي ولدى حكومته دم عزيز، وبالتالي هذا ما جعل الحكومة العراقية توقف زيارة وزير الدفاع التركي للأراضي العراقية، وكذلك الوفد الحكومي الرفيع الذي أراد أن يزور الحكومة العراقية كذلك أوقف ولم يستقبل حقيقة، وهذا بالتالي ما يجعل العلاقات العراقية التركية في تحدي. على ما يبدو أن تركيا تريد أن تستحضر مشكلة الموصل في بدايات العشرين من القرن الماضي مرة أخرى بقضية البككة. البككة هم مواطنين أتراك، عليهم أن يتفاهموا معهم وأن يقفوا ويصبحوا شجعان للحديث والحوار معهم، وهنالك بالمناسبة حوارات نسمع بها وحتى لقاءات لأخ عبد الله أوجلان عندما يزور أخيه في السجن يستمع إليه وتستمع إليه القيادة التركية. فالآن الأتراك هي معضلتهم ومشكلتهم قضية البككة، أما يريدون أن يلبسوها إلى العراقيين وإلى الحكومة العراقية فهذا خيار غير صحيح. المشكلة الأساسية أن العراق منذ سنتين بدأ يستعيد سيادته بصورة تامة جدا على الحدود، وتدير الدولة الاتحادية قدرتها على الحدود العراقية التركية، وبالتالي على الأتراك أن أمامهم طريقين، أما أن يستمروا حقيقة بهذا القصف المرعب إلى المواطنين في القرى والأرياف العراقية الحدودية، وهذا بالتالي يعني يأكل من رصيدهم في ذهنية العراقيين من أن تركيا صديقة للعراقيين وصديقة إلى كل المواطنين وصديقة للحكومة العراقية، وهذا بالتالي ما يؤثر على المصالح مستقبلا، أو كذلك بالمقابل ينتظروا من الحكومة العراقية وضع الترتيبات خلال 3 أشهر أو 6 أشهر، وهي ستكون ترتيبات حدودية رصينة، لأن نحن الآن في العراق نقيم تحديات الأمن الوطني، تحديات الحدود ومسكها، وكذلك تحديات التمرد الداخلي ومكافحة فلول داعش. هذين التحديين الأساسيين اللذان لدينا الآن في العراق، والآن الحكومة العراقية في عهد السيد الكاظمي بدأت تجلس لتضع لها استراتيجية واضحة لها من أجل الذهاب إلى الانتخابات، لكن بالمقابل هذه التزامات على الدولة العراقية دكتور أن تقوم حسين بها، وهي هل مسك تعتقد الحدود العراقية التركية. هل تعتقد أن تركيا ستنتظر كل هذا الوقت حتى يرتب العراق أوراقه الداخلية ومن ثم يتجه إلى السيادة؟ تركيا تتعامل بمنطق الأمر الواقع والقوة، وما دام العراق يمتلك أوراق اقتصادية ولا يستخدمها، ما الذي يجعل تركيا تنتظر كل هذا الوقت؟ ستستمر وستقصف وستقصف. لا، هو أنا وياك، أنا معك أتفق في سؤالك الذكي جدا. تركيا لن تنتظر بالفعل، لأن أمامها عدو وتهديد حقيقي هو قضية البككة باعتبارها منظمة إرهابية، ليس فقط وفق تصنيفها وإنما وفق تصنيفنا وتصنيف كذلك العديد من مؤسسات دولية تصنفها كمنظمة إرهابية. لكن بالأخير هنالك مشكلة كبيرة يجب أن تضعها تركيا أمام عيونها، وهم مواطنين أتراك وليس مواطنين عراقيين. يعني في حال قيام القوات العراقية، فلنفترض في سيناريو معين بقصف البككة، وفي بعض الأحيان في تقدم للعلاقات خلينا نقول فت 5 سنوات 10 سنوات، وإذا يخرج لنا ملف خاص بقضية البككة باعتبارهم مواطنين أتراك وقامت القوات العراقية بقصفهم، ما الذي ستفعله الحكومة العراقية؟ ستقول للسيد أردوغان ألم تصنفهم كجماعة إرهابية ثم بعد المفاوضات والحوار السياسي وصلت أنهم انتهت الأزمة وانتهت المشكلة حالة حال عام 2013؟ هنالك مشكلة كبيرة يعاني منها الأتراك وهي القدرة على دفع الأزمات. أتوقع أن دفع الأزمات قد يكون مكلف، والعراق لديه أوراق كثيرة لا يريد الآن أن يتعامل معها. لدينا حلفاء في مجلس الأمن، 3 دول دائمة العضوية هي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا. لدينا علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي ومتعاطف حقيقة مع العراق وحكومته وشعبه، وبالتالي ممكن تحريك الملف لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك لدينا عمقنا العربي في الجامعة العربية، وكذلك دول الخليج هي مساندة لنا، وبالتالي لا نريد الآن أن نستخدم غير المسار الدبلوماسي في أن توقف هذه الهجمات الآن حقيقة على الأراضي العراقية، وفلتستمر الهجمات على داخل الأراضي التركية.